حشرة تؤرق العالم. بق الفراش الذي أزعج الفرنسيين والبريطانيين يبدو أنه وجد سبيله نحو الكوريين. كوريا الجنوبية لم تجد بداً من إعلان حالة الطوارئ بعد انتشار بق الفراش بشكل مزعج، حملة تقودها مؤسسات الدولة لمدة 4 أسابيع للقضاء على حشرة البق، مع تزايد أعداد بلاغات المواطنين بانتشار تلك الحشرة السريعة. وتشمل الحملة مبادرة مدينة خالية من بق الفراش، وتتضمن تفتيش 3175 منشأة سكنية وحمامات واستيراد مبيدات حشرية فعالة في القضاء على بق الفراش. واضطرت الحكومة للتعاون مع شركات إبادة الآفات لتغطية الطلب المتزايد على عمليات التطهير.